عطب كهربائي تمثل في خلل في الخزانة الكهربائية لأحد الأجنحة في الإقامة الجامعية. تم الإصلاح للعطب الكهربائي في ظرف ساعة، انقطع التيار الكهربائي على الجناح كإجراء وقائي من طرف إدارة الإقامة، والحمد لله رغم العمال الصيانة الآن في وقت متأخر من الليل رغم يصلحوا في العطب. فقط كانت بعض الحالة هستيرية صارت وسط الطالبات أدى إلى هلع، كانت ممكن بعض حالات الإغمال طالبات راح تقريبا ستة من طالبات راحوا درك هزوهم للحماية. رانا كنا هنا رانا نشوفوا في الأحوال كيفاش راهي، إن شاء الله يكونوا بخير، هذا ما نقوله. هم راهم في المستشفى باستعمال الطالبات للمدفئات مسخنات الكهربائية مما زاد الضغط على العداد كما هو الحال وانفجار العداد، لكن الحمد لله تم السيطرة على الوضع. هناك هلع بطبيعة الحال على مستوى الطالبات، لكن الحمد لله لا توجد أضرار لا مادية ولا أضرار جسدية.